ترجمة
أمين رشيد الوداعي، أمين ممتاز رشيد الوداعي، رئيس فرقة الأولى للسابق كبير الوداعي مراكش، وكتعرف في إطار الاحتفالات اللي السنة، وضعت المديرية العامة واحد استراتيجية وطنية على الصعيد الوطني، فيما يخص تطوير الحالة في إطار الاحتفالات المغاربة، وكذلك أجهزة الضيوف المقيمين أو الضيوف المغاربين اللي مدينة مراكش كل المحتفلة المغاربة في هذه السنة، وضعت واحد الخطة وطنية، لذلك على المستوى المحلي كانت عندنا استنبطنا واحد خطة عمل تحت إشراف السيد ولي الأمن والسيد نائب ولي الأمن وعم الميت طبعا أستاذ ونوقف بهذه الاحتفالات بالنسبة للسنة ضربت في مسبق سنة سنة لأنه كان مغاربة كانوا ثلاث سنين دابا باش ما احتفلوش بحكم كانت الظروف الجائحة هذه السنة كانت استعدادات خاصة بحكم السوق ديال المغرب تاني توقعنا بأنه غادي يكون يعني توافد كثير خاصة على مدينة مراكش يكون واحد التوافد اللي هو فوق المتوسط والأكثر إذا كانت واحد خطة عمل خاصة بفرقة الشارع الطرقي فرقة فرقة السابقة كتشمل على أنه واحد الانتشار جديد جميع المحاور جميع المحاور خاصة النقاط اللي كتعرف الاحتفالات أو المزارات السياحية اللي كتعرف الاحتفالات هذه المناسبة لذلك من خلال الله ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.